السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوبن ستريت ماب أو خريطة الشارع المفتوحة، بحيث إن أنت تقدر تحمل البيانات اللي أنت عايزها. هو مشروع مفتوح المصدر أوبن سورس، تقدر تيجي مثلا تدور هنا تقول مثلا أنا عايز القاهرة أو مصر أو إيجيبت زي ما أنت عايز. تقدر تعمل زوم على الجزء اللي أنت عايزه أو تكتب اسم الشارع حتى اللي أنت عايزه أهوت، فبيبدأ يجيب لك الخريطة. وكل ما تعمل زوم بيبدأ يظهر لك المعلومات أكتر بالشكل دوت. وطبعا تقدر تشوف المعلومات دي بأكثر من شكل خرائط. تقدر تعمل زوم بالشكل دوت، تقدر تعمل شو ماي لوكيشن، فبيقول لي ادي إمكانية للموقع إن هو يعرف المكان بتاعك، فيبدأ يعني يجيب المكان اللي أنا ساكن فيه أهوت. تقدر تقول له لير، طبعا الخريطة مكونة من الليرات، فده الستاندرد بتاعي. ممكن تقول لا أنا عايزها بالشكل دوت أو ترانسبورت ماب أو هكذا. ممكن تقول له أنا عايز أفعل ماب داتا، البابليك جي بي إس، الماب نوتس، فتبدأ المعلومات دي تظهر معايا في قلب الخريطة تحت بالشكل دوت. ممكن تقول ان في مثلا جوجل عامله جوجل مابس فيها نفس الفكره، بس انت كده بتدي امكانيه لشركه واحده انها تعرف كل المعلومات بتاعتك من خلال الايميل، من خلال الجوجل مابس، من خلال المحادثات هانج اوت وهكذا. فالافضل ان انت تشوف لو في بديل اوبن سورس بيكون افضل. ممكن تشارك المكان، ودي مهمه جدا. لو انت مثلا عندك مناسبة سعيدة، فرح، عزم الناس، عايز تبعت لوكيشن للناس، فممكن تعمل لها شير اهوت. ممكن تروح معلم عليه كوبي وتبعته للأصدقاء بتوعك، أو تقول مثلا URL اهوت، ده تبعته للناس هما يدرسوا من خلالها. عايز تضيف نوتس تقدر تدوس عليها وتضيف أي نوتس أو أي ملحوظة أنت عايزها للمكان اللي أنت واقف عليه دلوقتي. طيب اهم حاجه بالنسبه لي ان انا عايز احمل المعلومات ديت للشغل بتاعنا بقى، ان انا مثلا شغال في موقع وعايز ابدا احمل حاجه معينه، فهقول هنا اكسبورت، ابدا يعمل اكسبورت للمكان اللي انا واقف عليه. كل ما تعمل زوم بيبدا الاعداد بتاعتها تختلف. ولو انت ليك في البرمجه فانت ممكن تعمل اي بي اي تحمله وتبدا تبرمج حاجه تتواصل معاه الاوبن ستريت ماب. على فكره احنا ممكن الاوبن ستريت ماب نستدعيه ويبقى موجود جوه الريفت من خلال الداينامو. في حاجه جاهزه في الداينامو اوبن ستريت ماب، تاخد المعلومات وتحطها بالظبط في المكان اللي انت عايزه في قلب الريفت. ونفس الكلام برضو بالنسبه للاوتوكاد، ونفس الكلام برضو بالنسبه للراينو في جراس هوبر اداه مفصل كده. ولو انت شغال في الانفراستراكشر هو معتمد في جزء كبير جدا من البيانات بتاعته على الاوبن ستريت ماب. طيب دلوقتي اقول له اكسبورت، فبيبدا يشوف المكان اللي انا عامل عليه زوم ويبدا يصدرها لي بامتداد او اس ام. ومن هنا تقدر مثلا تدخله على ارك جي اي اس مثلا او كيو جي اي اس، تشغل عليه عادي. ودينامو برضو فيه ان هو يقبل الامتداد اللي هو الاو اس ام، اوبن ستوديو موديل.